اخد حضرتك لجزئية هامة، وهي كونسبت الاحتفال دلوقتي قد ايه بقى هو بياخد صورة وبينتشر على كل اكسبوجر غير عادي على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. نيجي نشوف اللقطة او الفريم اللي هنستعرضه دلوقتي مع السادة المشاهدين، وهو احتفال عبد الله السعيد الشهير بلقب السوبر الافريقي. ودي مش عادة عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد مش من اللعيبه اللي عاده اللي بتعبر بقوه عن انفعالاتها في الفرح حتى. صحيح. فانا دلوقتي ان شاء الله فريق الاعداد هيعرض هو والاخراج عندنا لحضرتك الصوره، واخد من حضرتك تعليق لماذا تم الاحتفال بهذه الطريقه الغير معتاده من عبد الله السعيد، والتعبير عن الفرحه كغير عادته مع كل البطولات اللي حققها عبد الله السعيد سواء خارج نادي الزمالك او في اي مكان هو كان متواجد فيه. تمام. طيب، لغاية ما الشباب يجيبوا لنا الصورة هرجع مع حضرتك لجزئية هامة أخرى، وياريت حضرتك برضو تدينا فيها وجهة نظرك. هل شايف إن إحنا في مصر دلوقتي جه الوقت إن إحنا يكون في سبورت سايكولوجي أو سايكولوجيست، يعني زي ما بنقول بالمصطلح العلمي الدقيق، يعني في كل فريق في فرق الكرة كرة القدم أو حتى على مستوى الألعاب الفردية؟ أيوه. الحقيقة احنا اشتغلنا مع فرق كثيرة ومنتخبات الشباب زي ما الكابتن ربيع ياسين وكده، نتمنى ان تعمم الفكرة مع كل الفرق الرياضية خاصة في اللعبة الشعبية الاولى في مصر وفي العالم هي كرة القدم. طبعا مش موجود بالحجم اللي مطلوب، رغما او فضلا عن او بالرغم من ان وزارة الشباب والرياضة دشنت مشروع كبير جدا، المشروع القومي للمعد النفسي، ودخلنا بيه مسابقة عالمية للحصول على جائزة كبيرة جدا. ان امريكا نفسها وكندا مش في كل ولاياتها 23 محافظة من محافظات. طيب، عذرا على المقاطعة يا دكتور، ولكن انا يا شباب عايزين الصورة بتاعت احتفال عبد الله السعيد، هي مع حضرتك فيديو بقى. تمام. مش صورة كمان، البعد النفسي وكيف كان حال عبد الله السعيد والاحتفال الغير عادي والهستيريا والفرحه الكبيره وحقه ان هو يبقى مبسوط وفرحان طبعا لقب قاري، ولكن مش دي عاده عبد الله السعيد. ايه البعد النفسي وايه سر هذا الاحتفال من عبد الله والانفجار الغير عادي والغير معتاد من لاعب بقيمه عبد الله السعيد طبعا، واحتفال الراجل حقه يفرح يعني. تمام. الحقيقه عبد الله السعيد امثال بيركامب لاعب هولندا القديم، ومحمد رمضان كابتن محمد رمضان لاعب النادي الترسانه والاهلي ومنتخب مصر، من اللاعبين الايموشنز الانفعالات بتاعتهم هاديه، حتى لما بيجيب هدف دوبك بيعمل كده انفعالات بسيطه وبادي لانجوج بسيطه جدا اثناء فرحته. هل الضغوط اللي تعرض ليها عبد الله السعيد كانت المحرك الاساسي لهذا المشهد او للقطات اللي احنا بنشوفها لحضرتك دلوقتي؟ لعيب كبير زي عبد الله السعيد انتقل من اكثر النادي ومن انديه القمه، فبياخد الموضوع بنوع من التشالنج او التحدي، وهو رائع بيتميز بالتحدي والتحكم والالتزام. فالفرصه جت لي مع تقدم العمر، قد لا يتكرر بطولة بحجم السوبر الأفريقي معاه أو مع غيره من اللاعبين اللي بيتقدموا في العمر، فإحنا مترجتين ومراهنين على عبد الله السعيد، فالفوكس عليه كبيرة جدا جدا من الجمهور ومن الأندية الأخرى. البريشر والصورة الذهنية اللي عند عبد الله السعيد عن نفسه واللي عايز يثبتها للعالم ان انا لسه عبد الله السعيد الحيوي المتحدي المتحكم اللي هو مركز مازال في الحقيقه. وهو مازال صحيح، وانتقاله من احد انديه القمه اللي كانت منافس لنادي الزمالك، فبيعمل ايه؟ بيبقى عايز يعمل سيلف سيم تقدير لذاته، بس ضغط دافع، ضغط ايجابي. صحيح. ان هو بيخليه زي واحد زي واحد عنده امتحان، فيقول انا هذاكر واركز واذاكر بقى وتابع مع زملائي. طيب. واحد تاني يقول خلاص اللي ذاكر ذاكر. لا، عبد الله السعيد كان عنده دافع قوي وقلق دافع ودافع ايجابي وضغط ايجابي ان هو عايز يعمل سيلف سيم تقدير لذاته واثبات للذات، عشان كده احتفل بهذه الطريقه. لان الناس هو كان تحت ستريس وضغط جامد جدا، ان مين عبد الله السعيد وهل لسه قادر على العطاء؟ انا قادر. فبيعبر، وده علامه من علامات الصحه النفسيه. صحيح. ان انا اعبر في الوقت المناسب عن انفعالاتي سواء الايجابيه او السلبيه.